أبتي. أسر إليك أن غسول هذه الأرض من دمنا، وأن يدا تعتق للصباح صفاء أدمعنا، وأن غدا سيولد من مخاض غد فيرحم حزن هذا الكون في أحناء أضلعنا. أبتي أبتي، أسر إليك أن غسول هذه الأرض من دمنا، وأن يدا تعتق للصباح صفاء أدمعنا، وأن غدا سيولد من مخاض غد فيرحم حزن هذا الكون في أحناء أضلاعنا. أبتي أبتي. اهلا وسهلا يا اخي، فيني خدمك بشي؟ خاي بدي اشوف الاب جورج. مين الاب جورج؟ جورج كبوتجي. قصدك ابونا الهارلون. مزبوط، لا تواخذني، راح الاسم عن بالي. اهلا وسهلا فيك. خاي انا جاي من حلب وضروري اشوفه، وجايب له امانه من والدته. طيب شو الاسم؟ برو، برو من حلب، هو بيعرفني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. آخر مرة شفتك بالنيال كانوا الفرنساوية ماسكينك وموقفينك على الحيط، متذكر؟ تنذكر ما تنعاد. إيش صار بعدين؟ وقفوني كم يوم وسلخوني قتلة ما بنساها بحياتي. أكيد عامل لك شي مشكلة مثل العادة. ظلموا تبلي الله وكيلك. أهلين برو.
هدول أمانة من الوالدة. غار حلب ما في منه بالدنيا كلها. يسلموا. أكلت؟ لا، هي وصلتي. بريد أحكي معك وبعدين أتيسر. لا، نتعشى وبعدين بنحكي. تفضل. سلم علي دايم. يسلموا. دايمة. ألف صحة. هات لشوف. صراحة الأحوال بحلب كتير صعبة. دورت على شغل ما كنت ألاقي. قلت لحالي بجي على الشام بجوز الله يفرجها ويفتحها بوجهي. وسمعت إنه لك معارف كتار هون. قلت بلكي بتحكي لي مع شي حدا يعني، وأنا جاهز أشتغل أي شيء. وإذا لقيت لك شغل بحلب؟ ما بريد أرجع على حلب. ليش؟ بحلب بيتك وأهلك. وإذا الشغل منيح ليش لا؟ يعني ما ضل عندي إشي بحلب. البيت بعته. والأهل اللي هاجر واللي حالته معتر أكثر من حالتي. طيب بكرة الصبح بنحكي مع جماعة بجوز يساعدونا. وين بدك تنام الليلة؟ بدبر راسي. أبونا من بعد إذنك، إذا الأخ بيحب يشتغل هون بالقهوة مثل ما بتعرف القهوة مسكرة الصبح، بيمشي الشغل فيها وبالليل بينام فيها كمان. شو بتقول؟ موافق. عان انحلت من اسهل سبيل. هلا بتتفق مع سليم على كل شيء. القهوه صارت امانه بين ايديك. على راسي. انا لازم ارجع. بباب مر بطمن عليك. واذا بدك اي شيء مني بتعرف وين تلاقيني. تصبحوا على خير. خال جورج. من شان الله لا تواخذني. والله هداك الاسم ما عم يعلق براسي. ولا يهمك. أوقات بحب أسمع اسمي الأولاني، بيذكرني بشغلات ما بريد أنساها. بريدك تسامحني. على شو؟ على الفصل الناقص اللي عملته معك لما كنا صغار. الأكل اللي طعميناك إياها بالحارة. الله يسامحه. أنا سامحتك من زمان. يلا بخاطركم. الله معك أبونا. إيه خاي، إيش بتريدني أعمل هلا؟ أول شيء بدي إياك تحفظ اسم أبونا. أبونا إيلاريون. أبونا إيلاريون. إيلاريون. يا عيني عليك. وهلأ تعال أفرجيك وين بتنام، وبكرة الصبح بعطيك مفتاح القهوة ونكمل حديثنا. تشرف. شرف. مريم اشتقت لك. وما عم صدق إنه قصتنا رح تخلص هيك. ما كان في قصة. مريم شو عم بتقولي؟ بلا كان في قصة. كنا بدنا نكتب كتابنا. سعد الله يوفقك. رجع على بيتك ولا عاد تجي لهون. بيهون عليكي؟ أنا ما عاد أقدر أشوفك. مريم أنا بحبك. روحي وعيوني إلي. شو ما بدك مستعد ساوي وهلا. أنا مسافرة. لوين؟ مطرح بعيد. بدك تتزوجي؟ لا. لكن شو؟ بتكوني عم تحكي هذا الحكي لأتركك وأمشي. مريم أنا ما راح أتركك. سعد أنا مسافرة. رايحة على دير بعيد. راح صير راهبة. رهبة؟ مثل ما سمعت. يعني خلص رح انسى كل شيء وابدا حياة جديدة. وانا ما فكرتي فيه؟ بكرة بتنسى. ما توقعتك تكوني قاسية لهالدرجة. لا تجرحني اكثر ما انا مجروحة. إذا عندك كلمة طيبة قولها، إذا ما عندك لا تقول شيء.
كلمة طيبة. ما عاد عندي شيء أقول. بتمنى لك كل الخير والله يوفقك. وأنا كمان بتمنى لك الخير. بس ما كان معك حق تقولي إنه بيناتنا ما في قصة. لأنه في قصة. قصة حلوة كتير. ما رح أنساها لآخر يوم بحياتي. زوجي موقوف بتهمة توزيع المناشير ضد الحكم. زوجي حداد إفرنجي، همه شغله، ما له علاقة لا بالأحزاب ولا بالسياسة، لا من بعيد ولا من قريب. سليم جارنا وبيعرف عنا كل شيء، اسأله. مزبوط أبونا، الزلمة من شغله لبيته وما له علاقة بهالقصة أبدا. طيب يا بنتي، انتي روحي هلا على البيت وارتاحي، إن شاء الله ما بيصير إلا الخير. كتر خيرك يا أبونا، معروفك معانا لآخر العمر. بأمان الله. كتر خيرك. كتر خيرك. دخيلك يا سليم، مالي غير الله وانت. أبونا براسه 100 قصة وخايفة ينسى. قولي يا رب، طالما الموضوع وصل لإيد أبونا بإذن الله محلول. ربي يجبر خاطرك وخاطر. الله معك. ألو، إذا سمحت طلب لي مكتب عبد الحميد السراج. المسؤولين عن الشيء اللي صار معك بيعتذروا منك، وإن شاء الله هي الغلطة ما بتتكرر. سليم، بتوصل واصف أفندي على البيت. أمرك أبونا، تفضل عمي، تفضل. السراج بعد ما أطلق سراح الحداد طلب مني خبره بأي شكوى بتصلني، لأنه ما بده حدا ينظلم بعهده. كثير منيح. وانت ليش مزعوج؟ الطريقة اللي طلب مني خبره بأي شكوى ومظلمة بتصلني، لأنه ما بده حدا بعهده ينظلم. الطريقة ما ريحتني. شوي تاني كان بيقول لي شو رأيك تشتغل مخبر عندي؟ مشكلة. لا بتقدر ترد أصحاب المظالم وما فيك ما توصل مظلمتهم. الخيط الرفيع بين التلميح والتصريح بإيدي. طالما ما رح أطلب منه طلب شخصي، بعمره ما رح يتجرأ يلغي الحاجز بيناتنا. هذا عهد عهدت نفسي عليه، اني بعمري ما اطلب من مسؤول طلب شخصي او لغيري الا بوجه حق. مره سالني قال لي انت دائما بتطلب للناس ولا مره طلبت لحالك شيء؟ معقول ما عندك اي طلب شخصي؟ قلت له طبعا، اني التقي بالرئيس جمال عبد الناصر. طيب وبعدين شو صار؟ بعد كم يوم بعت لي سيارة وأخذتني اللي عنده على البيت، وكان جمال عبد الناصر موجود. أحدنا وتعشينا سوا، وهنيك تأكدت قديش هو إنسان مخلص وعربي بالصميم، بسيط ومتواضع. بس كان في حواليه مجموعة من الوصوليين والانتهازيين عم يوصلوا له أخبار كاذبة عن سوريا. حكينا بكتير مواضيع، أهمها كيف نحافظ على الوحدة بين سوريا ومصر. يلا يا بنتي.
رجعت على لبنان أب عام للرهبانية البسيلية الحلبية، وأخذت معي أمي وأخي رزق عشان نضل قراب من بعض. كنت أطلع من الدير مرة واحدة بالأسبوع، مضي شوية وقت مع أمي وأخي بالبيت اللي سكنوا بالأشرفية، وكنت أتفقد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وحاول قد ما ربنا بيقدرني خفف عن آلامهم وعن معاناتهم، اجمع تبرعات ومساعدات واحملها بإيدي ووزعها عليهم. بالأوقات اللي قضيتها بالمخيمات كنا نقعد ونتذكر فلسطين، كانوا يحكوا عن أهاليهم، عن بيوتهم، عن الحلم بأنهم يرجعوا لها. كان في إيمان وأمل أنه فلسطين رح ترجع. من أول مرة حسيت أنها موطن روحي. ولدت بحلب بس روحي ولدت بالقدس، تعلقت فيها وبترابها أكثر ما تعلقت بالحياة نفسها. معك على الخط. أنا ألو. إيه أمي؟ الحمد لله وصلت بالسلامة. نشكر الله. بتعرف من كتر ما حكيت لي على هالبلد صرت متمنية أشوفها. وأنا وعدتك يا أمي بس لأشوف الأوضاع وركز أموري بجيبك زيارة، وبتروحي على كنيسة القيامة وبتصلي فيها، وتاني يوم أنا وياك منروح على كنيسة المهد ببيت لحم. منيح هيك؟ يا سلام، والله حاسة كلامك مثل الحلم. يا ست الكل، في أحلى من أنه البني آدم يحقق أحلام أمه؟ يا روح أمك، ما في شي بيعوضني عن بعدك إلا أخبارك اللي بتفرح القلب. الله يطول بعمرك يا أمي. لا 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 تهكري هم، سلمي لي على رزق. الله يسلمك، تصبح على خير يا روح. وانت من أهله، الله معك. قبل ما اجي قالوا لي ان الوضع المالي سيء، بس ما توقعت ان يكون سيء لهالدرجه. هاي غريب، انتو كيف بتسكتوا على هذا الوضع الخطير؟ والله يا سيدنا نحن ما سكتنا. انا خبرت صاحب الغبطه عن الموضوع ووعد انه يلاقي حل. واللي سمعناه يا سيدنا انك جاي وجايب معك الحل. او جايب معي العصا السحريه كمان. سيدنا في اي توجيهات هلا؟ أبونا أنت منين؟ من القدس. يعني بتعرف بالبلد منيح؟ أكيد سيدنا. وأبونا نولا؟ الأصل من لبنان. والنعم؟ من حضرتك. طيب أنا واصل مشوار، جهزوا لي قوائم بأسماء الناس اللي لازم نجتمع معهم. حاضر سيدنا. حاضر. يما يا جورج،
أو إلى الغيبة دارك نظرته. مش هذا كان بيت أم عطاء؟ وزاته؟ شو صار لك أنا؟ كيف؟ اسمح لي أعرفك على حالي بالأول. أنا اسمي سرحان عبد الله. شرفنا شرفنا. قلي الله يرضى عليك، كيف تحول البيت وصار استوديو تصوير؟ رح أحكي لك كل إشي، بس تفضل ارتاح، تشرب قهوة ولا شاي؟ لا 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 تعذب حالك، شكرا. بيصيرش بعدين روح خالتي أم عطاء بتزعل. أنت بتعرفها؟ وبعرف عطا. أنا القصة طويلة. قهوة ولا شاي سيدنا؟ شاي. تفضل. هي رسالة عطا، عطاني إياها من وقتها وطلب مني أدير بالي على البيت يلي بعد حرب 48. ضل سنين طويلة زي الخرابة، صلحته وسويته زي ما حضرتك شايف. غيرت فيه كل إشي ما عدا الباب، بس غيرت لونه وغيرت له القفل كمان. شو خطر لك تسوي استوديو؟ بحب التصوير، تعلمت المصلحة من مصور أرمني جارنا، اشتغلت معه فترة وبعدين صرت أشتغل لحالي. شو بتصور؟ كنت أصور أعراس ومناسبات، هلأ بصور كل شيء. كثير منيح. معناتها بس يصير عنا بمطرانية مناسبة منجيبك تصورنا إياها. بتمنى. الله يوفقك يا ابني. سيدنا، أنت بتعرف إنه زمان أنا شفتك بمنامي؟ أنت منين بتعرفني حتى تشوفني بمنامك؟ القصة صار لها أكثر من 20 سنة. نتذكر حادثة الشاب اللي كانوا الإنجليز لاحقينه وأعطاك السكينة اللي كانت معاه؟ طبعا متذكر يا ابني. أنا وقتها كنت لساتني ولد صغير، كنت هناك وشفت كل إشي، كيف خبيت السكين وواجهت الإنجليزي. يومها أهل القدس كلهم صاروا يحكوا عنك وعن شجاعتك. كيف يعني هيك؟ كيف كاهن شاب بيعمل زي هيك؟ ولما سمعت إنه حضرتك راجع على القدس فرحت كتير، وقلت لحالي إلا ما يجي يوم نلتقي. سيدنا، عرفتك من أول ما دخلت، شايف الدنيا. سيدنا، بتسمح لي أسألك سؤال؟ طبعاً، تفضل. هديك السكين إيش صار فيها؟ بعدها موجود. وهاد كمان. لا سيدنا، هاد ما عاد يفتح. بتحب تخلي معك المفتاح الجديد؟ مشكور يا ابني، أنا بفضل يبقى معي المفتاح الأصلي. طيب يا ابني، أنا اتشرفت بمعرفتك. الشرف لي. وإن شاء الله منلتقى. يلا بخاطرك. الله معك، الله معك سيد. إيش اسمك أنت؟
طب وين داركم؟ ارتاح هلا، أنا هناك. إذا لزمك إشي ناديني. اسمي صباح. سيدنا، في كثير من الرعية ناطرين زيارتك لبيوتهم. مباركتك لهم. رتب الزيارات على أول الأسبوع الجاي، هذا واجب ما بصير نتأخر فيه. شو مشان اجتماع بكرة؟ سيدنا، هي القائمة بأسماء الحضور. مقدر أنت قديش عنا شغل؟ مقدر سيدنا. وبتعرف شو معناته هالشي؟ معناته ما عنا ولا ثانية نضوعها. معناته أيام وشهور رح يمرقوا علينا بدون ما ندوق طعم النوم ولا الراحة. وهذا الشيء بده ولا مطلق يا أبونا. بده إخلاص ولا مطلق. طبعا يا جماعة، نحن عم نعد لهذا اللقاء. أنا كنت حريص جدا على أنه نجمع كافة المخلصين من أهالي القدس. كلكم بتعرفوا أنه التحديات القادمة صعبة، لذلك لازم نركز على أولوياتنا. لازم نعمل برنامج عمل ونشتغل على أساسه. هلأ مثل ما شايفين، الحجاج اللي بيجونا من كل أنحاء العالم بعد ما يخلصوا زياراتهم في الأماكن المقدسة من المدينة القديمة، ولأنه ما عنا فنادق مناسبة، عم بيروحوا على القسم الغربي من القدس وعم بينزلوا بفنادق ملكية معظمها لليهود. بهالحالة شو لازم نساوي؟ أولا مثل ما قلت لكم، نحنا بدنا نرمم المطرانية. تاني شيء، بدنا نبني جنب المطرانية بيت ضيافة لاستضافة الحجاج. هذا هدف، بس الهدف الأهم هو مساعدة أهلنا في القدس وتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة حتى يعيشوا حياة كريمة، وبنفس الوقت يقدر يثبتوا ببيوتهم وبأراضيهم. أنا بتمنى عليكم هذا الكلام اللي حكيته أنه تنشروه بين كل أحبتنا وأخوتنا في القدس، حتى يساهم معنا كل واحد الله قدره وعطاه. طبعاً الأب الأولى هو المكلف بجمع التبرعات. مشروع بيت الضيافة نجاحه مضمون 100% إن شاء الله، ويمكن يرجع تكاليفه خلال 3 سنين. طبعاً يا أخ عزيز، أنتم مشكورين بأنه قدمتوا اللي بتقدروا عليه، لكن أنا نويت أني أبدأ بالمطرانية، واللي بيزيد أكيد ما رح يكفي لبناء بيت الضيافة. فلأني بعرفكم يا أخ عزيز وبعرف الناس الطيبين في القدس، يعني سمحت لنفسي مون عليكم بإني أطلب اللي طلبته. إحنا بشرفنا نلبي طلب سيادتك ونأمن لك المبلغ اللي طلبته، بس في عندنا طلب واحد، يبقى الموضوع سر بيناتنا، ولما بيت الضيافة يبلش يعطي بترجعنا المبلغ على أقساط وبراحتك. أكيد أكيد، أنا ممنونكم يا أخ عزيز، ممنونكم كثير، بس بدي ألفت نظرك لشغلة هامة، إنه بهالظروف
ما بضمن اني ارجع لكم فلوسكم. الله كريم يا سيدنا، في حال صار هالشيء القرض بيكون هبه منا للكنيسه. كثر خيركم. يعني طالما في شرفاء وطنيين زيكم الدنيا بخير. سهيل وين كنت؟ صار كم يوم غايب، انشغل بالنا عليك. صارت معي حادثه يا سرحان. ايه تعال احكي لك. مره ختياره جارتنا ساكنه بعد دارنا بدارين، تسلطوا عليها اليهود ارزال انت عارفهم، بدهم يشلحوها دار. تدخلت، كلمه مني كلمه منهم، تخانقنا وتعيطنا واشتغل الضرب. واحد منهم ابن 60 كلب سحب خنجره وضربني بكتفي، ضربت واحد منهم وهربت. بعدها صحيت لقيت حالي بمغارة على طريق بيت لحم. راعية صبية هي اللي مداويت لي جرحي وحاطت لي حليب ومي. هذا اللي صار معي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سهيل فوت هيك فوتات تاني مرة بدون ما تكون متأكد انه ظهرك محمي. السانة بأول الطريق ضيعش تعبك وتعبنا على الفاضي. عارف عارف، بس ما قدرتش ابقى ساكت، ايش بعمل؟ حق معك. هات قول لي ايش قصة هي البنت الراعية؟ حلوة؟ يا زلمة أنت وين وأنا وين؟ عم تقول لي حلوة وأنا بحكي لك عن جرحي. أنا هون بس هيك حبيت أغير جو وأنسيك وجعك. قول لي حلوة؟ يعني هي مش حلوة، هي زي القمر. يا زلمة جمالها نسالي وجع. الله 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 يا سهيل، بعتناك في دائر رجعت لنا شاعر. لا شاعر ولا شيء، لساتني زي ما انا. زي ما انت. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الشغل بالترميم والبناء أخذ شهور طويلة، جهد وتعب وسهر، لكن الحمد لله النتيجة كانت تستاهل.
انت بتعرف ان الله وعد اليهود بهذه الارض؟ مرحبا. اهلا، اسمحوا لي اقدم لكم مطراننا إيلاريون كابوجي. اهلا اهلا اهلا، شرف سيدنا، تفضل. شرفوا، ادو تفضل. ادو ادو ادو، ما عرفنا الاخ منين، من اي بلد؟ الاخ ضيفنا من بريطانيا. اهلا فيك، كان اسمعتك عم تقول ان الله وعد اليهود بهذه الارض. نعم. لا، هذا افتراء على الله ومانه موجود في الكتاب المقدس. هذا الكلام مذكور 10 مرات في الكتاب المقدس. طيب لو سمحت افتح لي على سفر التكوين، عندك الإصحاح 12 الآية 7. شوف. وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. شو بتفهم من الآية؟ أنه الوعد إجا لإبراهيم ولنسل إبراهيم، لبذار إبراهيم، لأولاده وأحفاده من لحمه ودمه، ونحن كعرب تحصيل حاصل مشمولين بهذا الوعد، لأنه نحن أحفاد إبراهيم من ابنه الأكبر إسماعيل، مو اليهود اللي إجونا من الشرق والغرب. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. يعني بدك تقلي أنه جولدا مائير وإسحاق شمير هن أحفاد إسحاق؟ لا، اسمع. فقطعا ميثاقا في بئر سبا، روح للأخير، ورجعا إلى أرض الفلسطينيين، وغرس إبراهيم أثلا في بئر سبا، ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي، وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. نفهم من هاي الآيات إنه اسم فلسطين مذكور بالكتاب المقدس، والفلسطينيين هم أصحاب الأرض. Thank you.